السينما هي مرآة المجتمع، تستقي موضوعاتها من الواقع المحيط بنا لتعبر عنه وتشيد بنجاحاته وتنتقد إخفاقاته. وفي الآونة الأخيرة صعد نجم تركيا لتكون أكثر الدول إنتاجاً للأفلام في الشرق الأوسط وفي البلقان. السينما التركية هي جزء هام من الثقافة التركية التي تطورت وازدهرت عبر السنين لتمتع عشاق السينما في تركيا وأوروبا، حتى عرفت السينما التركية في الفترة ما بين عام 1955 إلى عام 1965 بالعهد الذهبي لهوليوود التركية. وفي الآونة الأخيرة تعود تركيا لتعيش عصرها الذهبي، إذ فاق صيت المسلسلات التركية ليصل إلى الوطن العربي وبعض من الدول الأوروبية. وفي هذا الصدد نظمت غرفة تجارة إسطنبول مؤتمراً تحت عنوان سوق السينما لتداول البعد الفني والتجاري للسينما وتأثيرها في الاقتصاد التركي. سألنا عضو الهيئة الإدارية لغرفة تجارة إسطنبول إسرافيل كورالاي عن هذا المؤتمر. أظهرت الأفلام والسينما التركية نجاحا كبيرا في السنوات الأخيرة، فهي تحظى باهتمام كبير خاصة في دول الشرق الأوسط والبلقان وأواسط آسيا، حيث أننا في الحقيقة نتقاسم القيم المشتركة نفسها في هذا الإقليم، إذ إن معيشتنا مع بعضنا البعض لمئات السنين جعلتنا نفهم بعضنا بشكل أفضل. هذه المشروعات الفنية المميزة تؤسس لفهم جديد لسوق السينما والتسويق السينمائي على حد سواء.